تلاميذ سنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة اللغة العربية، سنقوم بحله معا. نقرأ النص. في حفل آخر السنة وزع المدير الجوائز على التلاميذ المجتهدين، وكانت سلمى من بين هؤلاء. اشترى الأب هدية لها وقرر أن يأخذها لقضاء العطلة الصيفية عند عمها. فرحت سلمى كثيرا لأنها ستزور العاصمة وتركب القطار لأول مرة. نعيد قراءة النص مع الشرح. في حفل آخر السنة، معنى في نهاية السنة الدراسية وأقيم الحفل، وزع المدير جوائز على التلاميذ المجتهدين. المدير قسم الجوائز على التلاميذ الذين تحصلوا على نتائج جيدة، التلاميذ المجتهدين. وكانت سلمى من بين هؤلاء. سلمى كانت تلميذة مجتهدة وتحصلت هي كذلك على جائزة. اشترى الأب هدية لها وقرر أن يأخذها لقضاء العطلة الصيفية عند عمها. أبو سلمى اشترى لها هدية، بما أنها تحصلت على نتائج جيدة اشترى لها هدية وقرر أن يأخذها في العطلة المدرسية يأخذها عند عمها لقضاء العطلة لأنها اجتهدت جيدا في الدراسة. فرحت سلمى كثيرا لأنها ستزور العاصمة. بهذا الخبر سلمى صارت فرحانة أو فرحة بها لأنها ستزور ولاية العاصمة، جزائر العاصمة، وكذلك سوف تركب القطار لأول مرة لأنها لم تركبه من قبل. هذا هو شرح بسيط للنص. أسئلة الفهم. اختر عنوانا مناسبا للنص مما يلي: صديقي الكتاب، آخر السنة، عيد الطفولة. لدينا ثلاث عناوين: صديقي الكتاب، آخر السنة، وعيد الطفولة. نختار أحد هذه العناوين التي تناسب نصنا. نعيد قراءة النص أو الفقرة الأولى. في حفلة آخر السنة، ملاحظ آخر السنة، إذن أحسنتم، العنوان المناسب هو آخر السنة. نكتب هنا عنوان المناسب آخر السنة. والعنوان مناسب للنص. ثانيا، أربط بين الكلمة وضدها. لدينا كلمات: وزع، تركب، فرحت، حزنت، جمع، تنزل. نربط كل كلمة مع ضدها. وزع، لدينا في النص وزع المدير جوائز على التلاميذ المجتهدين. وزع معناها قسم. إذن ضد كلمة وزع، أحسنتم، هي جمع، يقسم أو يوزع، ضدها يجمع. إذن وزع ضدها جمع. ثانيا لدينا تركب في النص، تركب القطار. تركب القطار ضدها، جيد، تنزل من القطار. إذن تركب ضدها تنزل، مربوط. والكلمة الثالثة فرحت. لدينا فرحت سلمى كثيرا، ضد فرحت، جيد، هي حزينة. بنت فرحانة ضدها بنت حزينة، فرحت ضدها حزينة. إذن لدينا الكلمة كل كلمة وضدها. لدينا وزع ضدها جمع، تركب ضدها تنزل، فرحت ضدها حزينة. نواصل أسئلة اللغة. استخرج من النص همزة القطع، همزة الوصل، حرف جر، وكلمة بها الشمسية. لدينا النص، نستخرج من النص كلمة تحتوي أو فيها همزة قطع. همزة قطع هي الهمزة التي تكتب وتقرأ، نكتبها ونقرأها، نبحث عنها في النص، لما نجدها نكتبها هنا. في حفل آخر السنة، آخر همزة تكتب وتقرأ، في حفل آخر نقرأها. السنة وزع المدير جوائز على التلاميذ المجتهدين، وكانت سلمى من بين هؤلاء.
اشترى الأب، لا نقول اشترى، اشترى الأب هدية الأب. همزة الأ همزة نكتبها ونقرأها، الأب نقرأها هدية لها، وقرر أن همزة مكتوبة ونقرأها، أن يأخذها كذلك مكتوبة ونقرأها. إذن همزة قر لدينا آخر الأب، أن يأخذها نختار الأب. همزة قطع تقرأ وتكتب. الكلمة الثانية نبحث عن النص تحتوي على همزة الوصل. همزة وهي نفسها همزة لكن لا تقرأ، نكتبها ولا نقرأها. نبحث عنها في حفل آخر ليست وصل سنة، وزع المدير جوائز على التلاميذ المجتهدين، وكانت سلمى من بين هؤلاء. اشترى هذه همزة وصل، تحتها كاين كسرة، أو لا ننطقها، نكتبها ولا نقرأها. لا نقول اشترى الأب، إنما نقول اشترى الأب هدية. إذا همزة الوصل هي موجودة في كلمة اشترى. اشترى اشترى الأب هي همزة وصل. نبحث نواصل. حرف جر من النص نستخرج حرف جر. حروف الجر لدينا في، من، إلى، على. نبحث عن حرف جر في النص. لدينا في حرف جر. في حفل آخر السنة وزع المدير جوائز على، كذلك حرف جر. لدينا حرفان جر، نختار واحد منهما، نختار في. في حرف جر. كلمة بها الشمسية. الشمسية الشاء الحرف الأول بعد الأل فيه الشدة، ولا نقرأ اللام. في حفل آخر السنة لا نقول السنة في آخر السنة، إنما نقول آخر السنة، وكذلك فيها شدة. إذن هذه الشمسية الحرف الذي بعدها فيه الشدة واللام لا تقرأ. وزع المدير، هنا اللام تقرأ. وزع المدير جوائز على التلاميذ، لا نقرأ اللام، على التلاميذ، ولا نقول على التلاميذ، على التلاميذ. إذن هذه كذلك كلمة تحتوي على الشمسية، نختار السنة. دائما الشدة كلمة فيها الشمسية، دائما الحرف بعد الأل الشمسية واللام لا يقرأ. إما نقول السنة أو السنة. إذن لدينا همزة القطع تكتب وتقرأ، همزة الوصل تكتب ولا تقرأ، غالبا تحتوي على كسرة تحت. حرف جر لدينا حروف الجر من، في، إلى، على. كلمة بها الشمسية وجدنا السنة. نواصل مع سؤال ثاني. ضع في المكان المناسب ما يلي. لدينا أنتما ضمائر، أنتما، أنا، هذه، هاتان، نحن. خمسة ضمائر ولدينا خمسة جمل. كل ضمير نضعه في المكان المناسب. أراجع دروسي لأنجح في الاختبار. أحسنتم. أنا أراجع دروسي. أنا أراجع دروسي لأنجح في الاختبار. تحبان مدرستك، مدرستكما. تحبان. جيد. أنتما تحبان. أنتما تحبان مدرستكما. لدينا أنا. أنتما. المقلمة لسلمى. جيد. هذه المقلمة لسلمى. هذه المقلمة لسلمى. البنتان من المدرسة المجاورة. البنتان. مثنى. البنتان. جيد. هاتان البنتان. هاتان البنتان من المدرسة المجاورة. نواصل. نحضر للاحتفال بعيد العلم. نحضر. جيد. نحن نحضر.
نراجع الجمل. أنا أراجع دروسي لأنجح في الاختبار. أنتما تحبان مدرستكما. هذه المقلمة لسلمى. هاتان البنتان من المدرسة المجاورة. نحن نحضر للاحتفال بعيد العلم. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. والاختبار القادم إن شاء الله. والسلام عليكم.